خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، تم الإعلان عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026، وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي المندرجة تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة. وتتمحور هذه الاستراتيجية الجديدة حول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتطوير القدرات الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي. استراتيجية واعدة وشاملة ترتكز إلى جملة من المحاور والمبادئ البناءة التي تطمح لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي سعياً لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي. طبعاً عندنا أهداف أن احنا نكون في أعلى المراتب في مؤشرات الأداء العالمية، عندنا يكون عندنا بنية تحتية رقمية متطورة جداً تساعد على وتسهل من عملية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المختلفة اللي نتكلم عنها. الذكاء الاصطناعي أحد الأمور اللي احنا نحاول نطورها في هذه الاستراتيجية. تعزيز الحوكمة والخدمات الحكومية، اليوم احنا وضعنا شوط كبير ولكن أيضا ما زال هناك الكثير اللي ممكن أن نقوم فيه من رقمنة المستندات وغيرها. فأعتقد هي خطة طموحة للأربع سنوات القادمة. راح نعمل خلال الفترة القادمة على إعداد مبررات بشكل ديتيل أكثر ومفصل أكثر بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وإن شاء الله راح تنعكس على المواطن البحريني اللي هو محور أساس التنمية، مثل ما دائما يقول سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، أن المواطن هو لازم يكون أساس التنمية الاقتصادية. مسؤولية كبيرة تتشارك فيها مختلف القطاعات والجهات المسؤولة سعياً لتحقيق التقدم المنشود لهذه القطاعات الحيوية في المملكة. نلاحظ طبعاً من خلال اليوم إطلاق استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، تضافر جميع الجهود في دعم هذه الاستراتيجية، سواء من ناحية البنية التحتية للاتصالات وتوافرها، أن هي تعتبر عصبة مهمة، سواء ما يتعلق بالتدريب والكوادر الوطنية أو الجانب الأمني. طبعاً الهيئة تسهم من خلال عدد من المبادرات والمشاريع في دعم هذه الاستراتيجية. هذه طبعاً تتعلق ب التطبيقات الهواتف الذكية، نحن نجمع عدد من الخدمات من خلالها، أيضا تقديم الوثائق، جميع الوثائق والمستندات إلكترونيا لكل الجهات الحكومية، تطوير عدد من المنصات بالذات ما يتعلق بالبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة حتى تساعد متخذ القرار وأيضا المواطنين والمستخدمين والمستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة. ودورنا في المركز اليوم نراقب البنية التحتية ونتأكد أن ما في أي هجمات على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، في نفس الوقت نضع معايير للقطاع الخاص والعام لتأكد أن فعلا كل المؤسسات تطبق هذه المعايير بالتنسيق مع منظمي القطاع. أما رفع الكفاءة فمضطر احنا اليوم نطور كفاءة المواطنين في مجال الأمن السبراني، وفي ذاك بنفس الوقت رفع التوعية وبمستخدمي تغذية المعلومات حساس أن لتفادي أي خطأ في إلكتروني أو أمني ممكن يرتكبونه. تفاعل بناء أكدت عليه هذه الخطة وفقا لما اشتملت عليه من رؤى وتطلعات تتضافر الجهود لتجسيدها واقعا مشرقا لمملكة البحرين في مختلف القطاعات المعلن عنها في هذه الاستراتيجية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي مجالات حيوية على موعد مع وثبات نوعية وكبيرة في هذا المجال وفقا لهذه الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها الطموحة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.